التعامل مع المتفجرات، التعامل معها بحذر دون خوف وبثقة دون غرور. يجب الحذر الشديد والانتباه الزائد للمواد الحساسة. التعامل معها كأنها كائن حي بلين ورفد. يمنع التدخين منعاً باتاً أثناء التعامل مع المتفجرات. تزعزع العقائد والتشكيك فيه. الخطأ الأول هو الخطأ الأخير. المتفجرات لا تحترم الرتب. من مدار الإنترنت التعرف على الصحبة السيئة. يمنع التعامل مع المتفجرات بمعلومات خاطئة أو إعطائها للآخرين. الاقتصار على أقل عدد عند التعامل مع المتفجرات. هل ترضى أن تلقى ربك بما أنت عليه اليوم؟ افعل أمراً جديداً بدلاً له. أضرار الإنترنت، التقليد للأعمى النصارى والتفتن في بلادي. تزعزع العقائد والتشكيك فيه. التجسس على الأسرار الشخصية. الانتباه بأنه ليس كل ما ينشر عبر الشبكة العنكبوتية هو صحيح. تدمير الحياة الزوجية. التعرف على أساليب الإرهاب والتخريب. تدمير الأخطاء وتزعزع العقائد.